عايزين نبدأ مع حضرتك بمباراة النادي الأهلي وسيراميكا، مشوارنا في الدوري وإن شاء الله الحصول على النجمة 43 ماشيين فيها بشكل أكتر من رائع. مباراة سيراميكا شفتها إزاي؟ يعني هو اللي حصل في الشوط الثاني غطى على يعني إيه، الناس استغربت من أول مرة تشوف الأهلي يلعب في الدوري بثلاثة ديفندر في مباراة سيراميكا. طبعا دي وجهة نظر المدرب الفني، ما حدش دخل فيها، بس إيه يعني كأنه هناك شعور بالخوف او شعور باحساس زائد بقوه المنافس في وسط ملعبه، ما حدش يعني لمسه يعني اعتقد ايه كان ممكن يبقى فيه الاداء افضل من كده. مساله تاخير الفوز للشوط الثاني دي برضو من النقاط المهمه جدا محتاج هنتكلم فيها مع حضرتك. طبعا يعني الاهلي خلص المباراه بدري، يعني حتى كل المحللين والمتابعين استغربوا ان الماتش وصلت بين المرحله ليه لوقت كام، دخلنا في يعني في اول الشوط الثاني عشان يستطيع الاهلي يفك بعد كميه فرص في منتهى الغرابه، انفرادات كام حاجه يعني حاجه يعني ادت احساس وكان المباراه ستنتهي بالتعادل من عدم التوفيق وسوء الحظ اللي لازم اكتر من لاعب في اكتر من فرصه. لكن المباراة كانت شد وجذب ما بين الفرقتين، وانت اديت الفرصة لفرقة سيراميكا اللي هي عندها طموح وصاعدة وقدمت بداية طيبة في الدوري ان هي تدخل معاك، يبقى عندها امل انها ممكن تخطف جول.